سي فاشن جاليري دار أزياء بكونسبت مختلف. سي فاشن جاليري عبارة عن تصميم أزياء متكامل من الـ A to Z. وكمان بتوفر لحرفائها تصاميم لديزاينرز مختلفين. دار الأزياء بتوفر خدمات متكاملة لحرفائها. هم ممكن يجوا يحطوا بضاعتهم عنا هون لأنه معروفين بدبي كسي فاشن جاليري، فبيحطوا بضاعتهم عنا لتنباع عنا. وعن مجموعته مع سي فاشن جاليري. السكاي بلو هيدا عبارة عن كرينولين من برا وجاي اي لاين من جوا على جبير وحاطط عليه شك وتطريز. كمان هيدا الزباين كتير حبوه، كتير حبوا القصة تاعيته وبيعطي كتير كتير فيتنج حلو على الجسم. فستان عبارة عن مثل الخيوط الريش، فابريك من جابان، وصيت عليها توصاية والزبونة حبتها كتير، حتى لو سميك الخامة بس عاطي على برود، وهون الزبائن بحبوا هيدي الأشياء، وقاصصها على شكل كيب طويل وبوفي سليفز. المارون الخمرة عبارة عن ساتان سميك هيفي وورك مبطن كله من برا ومن جوا، معمل له بروشة يدوية، صناعة يدوية، حتى الخشب السيركل صناعة يدوية. وكمان بنفس الوقت حتى لو الزبون لابس شيء خفيف من الداخل، هذا بينلبس من فوق، بيعطي قيمة فخامة كتير 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 باللبس. وكمان خبرنا على الكولابوريشن مع مصممة الأزياء عائشة رمضان. عملنا معها كولابوريشن لعرض أزياء بأرب فاشن ويك، اشتركنا نحن وياه وكان كتير 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 ناجح، وإن شاء الله مستمرين بهذا الموضوع. عائشة قدمت التصاميم وكمان كان في عندها أفكار كتير بالنسبة للقماش، فهي طلبت مننا نحضر لها القماش، وفعلا حضرنا كمية كبيرة، مجموعة كبيرة من القماش، وعلى ضوء انطلب قماش من إيطاليا، من فرنسا، من ألمانيا، من أمريكا، من جابان، واشتغلنا سوا نحن وياها على الكولكشن هيدا ليكون ناجح بكل المقاييس.